السلام عليكم. في حلقة اليوم ستكون المقارنة بين سيارتان من القارة الأمريكية، وهما برونكو من شركة فورد ورانجلر من جيب التابعة لشركة كرايسلر الأمريكية. كلا السيارتان يحملان تقريبا نفس المواصفات مثل الصلابة والقوة والعملانية، كما أنهما بطابع شبابي، لذلك هما يمثلان مثالا ممتازا للمقارنة. To spend every waking hour in places that keep us away from it. So to get back to the wild, we need something built for it. Something that acts like it's been out here before. Because it has. Introducing the return of a legend. The all-new Bronco two-door. The first ever Bronco four-door. And the adventure-ready Bronco Sport. Built to get you to all those places you normally only see in nature documentaries. Built for capability, for adventure, for enjoying the open air, on the open road, in the parts of the world without posted speed limits. Because if something is going to be called a Bronco, it better be able to live up to that name. Meet the future of off-roading. The all-new Bronco family. Ford Bronco هي سيارة متعددة الاستعمالات، تم إنتاجها لأول مرة في سنة 66 من القرن الماضي من قبل شركة فورد بنموذج باب واحد وبابان، واستمر انتاجها حتى العام 96. بعدها توقف انتاجها لمدة 25 عام حتى اعادت الشركة تقديمها في 2021 بشكل رياضي رائع. القياسة الفنية لسيارة فورد برونكو، يوجد قاعدتين للسيارة. طول السيارة 4.4 متر، عرض السيارة 2.1 متر مع المرايا، ارتفاع السيارة 1.85 متر، وزن السيارة 2038 كيلو جرام تقريبا. قياس الإطارات هي R17 70 315. أما محرك فور برانكو 2022، فسعة المحرك هي 2.7 لتر، عدد الاسطوانات 6 اسطوانات، قوة الاحصنة 330 حصان عند 5250 دورة في الدقيقة، عدد الصمامات 24، وعزم الدوران هو 415 رطل عند 3100 دورة في الدقيقة. اما فيما يخص ناقل الحركة في فورد برونكو، فهي تتوفر بخيارين، خيار يدوي بسبع سرعات وخيار اوتوماتيكي بعشر سرعات. أما فيما يخص الوقود فهو المستخدم 91 وأعلى، أما سعة خزان الوقود فهو 64 لتر تقريبا. معدل استهلاك الوقود هي 14 لتر لكل 100 كيلومتر. السرعة من 0 إلى 100 كيلومتر في 7 ثواني، السرعة القصوى 200 كيلومتر في الساعة. والآن مع جيب رانجلر. شركة جيب هي شركة تابعة لشركة كرايسلر الأمريكية، أما رانجلر فهي سيارة غنية عن التعريف، متعددة الاستعمالات على الطرق الجبلية والبرية والوعرة والرمال كما والطرق المعبدة. تم الإعلان عنها لأول مرة في العام 1986 بنموذج بابين حتى عام 2006، وفي عام 2007 تم إصدار نموذج 4 أبواب كسيارة دفع رباعي بطابع عائلي.
تمت إضافة تغييرات طفيفة على النموذج حتى وصلت لما عليه اليوم. القياسات الفنية: يوجد قاعدتين للسيارة كما في البرونكو، طول السيارة 4.24 سنتيمتر ملمتر، عرض السيارة متر و 99 سنتي، ارتفاع السيارة متر و 90 سنتي، وزن السيارة 2268 كيلوغرام، قياس الإطارات هي R1775245. أما محرك جيب رانجلر 2022، سعة المحرك هي 3.6 لتر، عدد الاسطوانات 6، قوة الحصنة هي 285 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة، عدد الصمامات 24 صمام، عزم الدوران 353 عند 4800 دورة في الدقيقة. أما فيما يخص نقل الحركة في جيب رانجلر، فهو يتوفر بخياران: اليدوي بست سرعات والأوتوماتيكي بثمان سرعات. جيب رانجلر: نوع الوقود المستخدم 91 وأعلى، سعة خزان الوقود 71 لتر، معدل الاستهلاك 11 لتر لكل 100 كيلومتر، السرعة من 0 إلى 100 في 7 ثواني، أما السرعة القصوى فهي 185 كيلومتر في الساعة. أما هنا وضعت لكم جدول مقارنة بين جيب رانجلر والفورد برونكو من حيث سعة خزان الوقود، نوع الوقود، وسعة المحرك، عدد غيارات نقل الحركة، وجود التوربو أم لا، تسارع السيارة، عدد الاسطوانات، السرعة القصوى، قوة الأحصنة، عزم الدوران، سعر السيارة، يوجد جميعها في هذا الجدول. وإلى هنا أصل إياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى رؤيتكم في الفيديو القادم. لا تنسونا من لايك والشير والسبسكرايب. إلى اللقاء. وسعة المحرك على